عندها ان بروتوكول دو ميدياسيون، الوزاره عندها بروتوكول اللي حددناه هذه سنتين، واستدعينا خاصه النقابه اللي حطت لنا ومضات على هذوك الوثائق وهي لونباف، استدعيناها نهار الخميس، ولكن كانوا مشغولين واقترحوا في 9 ولا في 10 جانفي. دونك حنا مستعدين، ما عندنا حتى مشكل، وخاصة ان حنا واعيين ان كل الانشغالات الاساتذه والموظفين في صلب اهتمامنا، وحاولنا حتى باش نخلقوا اليات جديده باش نسويو بهذه الوضعيات.